شوفوا هنا راح اشرح لكم البيروكسيسوم. لازم نعرف ان البيروكسيسوم هو يشبه اللايسوسوم. ممكن يجيب لك ام سي كيو قضية تشبه اللايسوسوم يعني، ويجيب لك اختيارات مثل اندوبلازمك ريتيكولوم او ميتوكوندريا او بيروكسيسوم، فتختار البيروكسيسوم تشبهها بالحجم وبالتركيب. بس هنا لا تختلف بشغلة واحدة، انه هي سنجل ممبرين انكلوزنج يعني محاطة بغشاء احادي. هنا ايش تحتوي؟ تحتوي انزيم هيدرولوتيك انزيم، وهي ها بقى شوفوا هنا هي تطلع هنا يعني يتم تكوينها من الاندوبلازميك روتيكيولوم. اما اللايسوسوم، من جهاز كولجي، من كولجي كومبلكس. فممكن يجيب الدكتورة يعني مثلا يجيب لك كويز يقول لك مثلا بيروكسيسوم is formed from endoplasmic reticulum or Golgi complex، فأنت تختار endoplasmic reticulum، واللايسوسوم اللي هو من Golgi complex. لا لازم نعرف عرفنا التركيب ومنين تطلع هاي بالمقطع الأول. المقطع الثاني نجي لك الإنزيم، that function in peroxisome يعني تم تكوينها برايبوسوم حر are not modified in the endoplasmic reticulum أو Golgi complex، يعني تم تكوينها من الرايبوسوم قبل مباشرة، يعني مو يعني مثل من الاندوبلازميك ريتيكولوم أو كولجي كومبلكس. والرايبوسوم اللي هو بريك وظيفة مالته اللي هي broken down fat acid الدهون والبيورينات، أحماض الدهنية اللي هي fatty acid والبيورينات. إنه لازم نعرف إنه هي شو تسوي broke down the fatty acid and purine. هنا يقول لك هيدروجين بيروكسايد، انه هو هاي مادة سامة. منين تجي هاي المادة السامة؟ من ميتابوليك رياكشن اللي هي من تفاعلات الأيضية او عمليات البناء. يعني مثلا الخلية مالتك لما تشتغل وتتعب راح تقوم تنتج هي بكل الاحوال لما الخلية مالتك لما تعمل تنتج نسبة مقدار قليل من الهيدروجين بيروكسايد، بس لما تشتغل كوما وتتعب راح تنتج مقدار عالي من الهيدروجين بيروكسيد، وهي هاي مادة سامة. فالوظيفة مال البيروكسيسوم ليش تسوي ديتوكسيفايد، يعني تمنع السمية مالته، يعني مو ينتج هيدروجين بيروكسيد، البيروكسيسوم يجي يمنع او يعني ديتوكسيفايد يعني يقضي على هاي المادة او اللي هي المنتج السام اللي جاي من الميتابوليك رياكشن. هاي هم لازم نركز عليها، ممكن يجي فراغ ويقول لك منين جاي هي هاي المادة الميتابوليك رياكشن. ما ادري انا اشوف هذا حل مهم، هذا السطر احس راح يجي من ام سي كيو وهيك شيء. يقول لك بخلايا الكبد بيروكسيسوم بارتيسيبيت ان يعني هاي بخلايا الكبد ان هي تنتج الكوليسترول والبيل اسيد اللي هما هاي المادة الصفراء سيانتيسيس تنتج، يعني الموجودة بالكبد اللي هي تنتج الكوليسترول والبيل أسيد سيانثيسز، وأيضا انفولف ان سيانثيسز ميلانين وتدخل بصناعة الميلانين. The substance that form a protective sheath around many neurons، يعني المادة اللي تغلف يعني احنا نعرفها الميلانين الخلايا والهاي، فهي تغلفها. لازم نعرف انه هي سمبل لايسوسوم وسنجل ممبرين وكونتين هيدروليك انزيم وريجن اوف ذا اندوبلازميك ريتيكولوم وسينثيسيس اون فري رايبوسوم وبريك داون فاتي اسيد وبيورينات. وهاي الشغله المهمه ديتوكسيفايد ان بيروكسيسوم وبارتيسيبيت ان كوليسترول اند بيل اسيد بالليفر سيل، وتدخل ايضا سيانثيسيس ميلانين وبس. ام يعني هم تجي منك كوزات احس هواي لان بي اشياء مهمه فركزوا عليهم.